السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة المتواضعة. تحياتي للجميع وأشكر الجميع طبعا على التفاعل الجميل جدا، والذي يعني أنا أجد له دائما فائدة، ويعني أنا متوقع أنه له قيمة تعادل قيمة الفيديوهات التي أنشرها. يعني أنا أنشر فيديوهات لمحاولة دحض الخرافات وتبيان الحقيقة. طبعا هذا لا يمنع أنه دائما يجيني أنا ناس مسطحين يؤلفون ويخرفون كالعادة، وأقوم أنا بالرد عليهم، والكثير منكم وأنا أشكرهم جميعا يأخذون قضية الرد على المسطحين كقضية شخصية لهم، وهذا الشيء ممتاز لأنهم يردون بالعلم والحجة. طبعا إحنا نعرف أن المسطحين لا يوجد عندهم ولا دليل واحد، يعني ما في غير دليل أنه والله أنا لما أراها أنظر أراها مسطحة، كيف هي مسطحة؟ طبعا هذا لأنه أنت حدود تفكيرك وعقلك وتخيلك محدودة جدا، فقط فيما تراه بشكل مباشر. هذا لا يعني أنك أنت على صواب نهائيا، هذا يعني أنك أنت فقط تفكيرك محدود، وهذا الشيء طبعا ليس عيب، لكن أن تعمم أنت بتفكيرك المحدود على كل شيء ثاني، فأنت هنا تمارس الجهل. يعني هذا الشيء يعني بدون، أنا لما أقول عن واحد جاهل هذا شيء عادي، يعني لا يعني أنني والله أنا أذم في الشخص أو أنا أقصد الإهانة، لا، هو شخص جاهل. مثل أنا مثلا، أنا جاهل في اللغة الصينية، ممكن أن أعرف عدة كلمات في اللغة الصينية، لكن هذا لا يعني أنني أصبحت خبير في اللغة الصينية لدرجة أنني أقف وأجادل وأناظر مثلا فيلسوف صيني أو واحد لغته الأم هي الصينية، هذولك خليهم على جنب، لكن أنا أتي وأنا أجادل أديب صيني يعني على مستوى عالي جدا. طبعا هنا تكون القفزة التي يحدث وتحدث بين المسطحين، فيأتيني إنسان مثلا كل خبراته في الحياة، وأنا هذا الكلام لا أقوله على سبيل المثال، حقيقة كل خبرته في الحياة أنه نجح في إحدى الألعاب في أن يصنع مثلا ليفل خاص فيه أو تعدى ليفل خاص، هذه حدود يعني نجاحاتك في الحياة؟ وتعتقد أن هذا الشيء يؤهلك؟ والله أنا عندي علم من العلم الكافي أنني أنا أرد على المسطحين. شوف، إذا كان كل الردود الخاصة فيك هي لها علاقة بالدين، مثلا أن تقوم أنت تفسر الدين على كيفك وتقول أن القرآن يقول والدين يقول، هنا أنت تتعدى على الدين، وهناك من يرد عليك بالدين ناحية دينية. لكن أن تأتي عند الجانب العلمي وتتكلم فيه، ستجد من يرد عليك من الجانب العلمي، وهنا عندما نقول لك أنت جاهل، وعلى فكرة أيضا في الجانب الديني يقولون لك أنت جاهل، أنت تتكلم في أشياء لا تستوعبها وأعلى من مستوى تفكيرك وأعلى من مستوى قدراتك اللغوية والدينية، ويأتي شخص والله أنا حفظت القرآن وأعرف كيف أقول، ليس كافي لشخص أن يحفظ القرآن أن يكون مفسر للقرآن، ليس كافي أن يكون إنسان يعرف اللغة العربية أن يكون مفسر، أستاذ اللغة العربية ليس قادر مثلا على تفسير القرآن، ممكن سيكون هناك مجهود يعني حتى يستطيع تفسير القرآن سيبذل مجهود كبير. على العموم اليوم أنا راح أعمل يوم سريع جدا لأتكلم فيها عن الأدلة التي نعرفها نحن التي تثبت كروية الأرض. كروية الأرض، وهذا سيكون سريع إن شاء الله الفيديو، كروية الأرض مثبتة طبعا حاليا، لا يوجد مجال للشك فيها لأننا نحن نرى الأرض بشكل مباشر. طبعا سيأتي المسطحين ويقول لا توجد لدينا صور من الفضاء، كلام فارغ وكذب، يعني أنت لا تستطيع أن تثبت أن لا يوجد صور من الفضاء، هذه الصورة مزيفة، هناك صور حقيقية من الفضاء فوتوغرافية يعني مصورة على فيلم، والفيلم هذا تم تحميضه وبعد التحميض ظهرت لنا الصورة، هذه الصور لا يتم العبث فيها بالفوتوشوب الذي سمعتم به حديثا، الفوتوشوب عمره 30 سنة تقريبا وليس أكثر، هذه الصور من الخمسينات من الستينات ومن السبعينات، وهناك صور من الأربعينات تظهر كروية الأرض، لا تظهر الأرض كاملة لكن أول صور الأرض كروية كاملة من الستينات، لا تستطيع أن تتكلم فيها، أنت غير قادر، أنت لا تملك من العلم ما يسمح لك أو يؤهل لك أن تقول أي شيء في هذا الكلام، أن تذهب في برنامج الفوتوشوب وتلعب في الليفلز وانظر هنا سيوجد، هذا كلام فارغ، أنت تمسك صورة جيبيج يعني تم ضغطها حتى تكون صالحة للإنترنت، فأنت لا تملك حجة هنا. سأتعدى هذه النقطة لأننا إذا قلنا لك أن هناك دليل وأنت
تصر على أنك تريد أن ترفض هذا الدليل فأنت إنسان لا يقبل بالدليل. وهذا الإنسان لا يقبل بالدليل لا أتكلم معه خلاص. أنت لا تقبل بالدليل لا داعي للكلام معك، لأنك أنت عندما تعطينا حجة تعطيها بالدليل، تقول الدليل كذا فنحن نستمع إليك، فإذا كنت لا تقبل في الدليل المقابل لن نستمع إليك. أنت لا يقبل منك لا أخذ ولا رد، كلامك مجروح تماما لا يمكن القبول فيه. طيب، نحن عرفنا أن الأرض كروية بالقياس، وهناك طريقتين مشهورتين تاريخيا على طريقة القياس الكرة الأرضية. الأولى كانت لأرستوثنيس اللي هو الذي قام بقياسها عن طريق العصي، وبعد اكتشافه زاوية الظل المختلفة بين منطقة أسوان ومنطقة الإسكندرية. والمشكلة أن هنا لماذا نقول أن هذا الكلام صحيح؟ لأنه أنتج جواب مساند بكل الأشياء الأخرى، يعني هو ليس فقط جواب وانتهينا، لا، الجواب هذا كان قريب إلى نسبة 97 أو 98% من الجواب الصحيح. عند هذه النقطة نقول هذا الرجل لم يقل مثلا قام بتنبؤ بشيء معين. عندما نقول مثلا والله في الحديث النبوي أن الأشجار لونها أخضر، وكيف عرف الرسول هذا الكلام؟ هذا كلام نظري، هو أعطى نبوءة هنا، وحي، لا يوجد ما يثبتها. هذا الرجل قام بعمل وقام بالاستنتاج بالنتيجة. ليس فقط ذلك، دعمتها كل النتائج التي وراءها. لهذا السبب عندما أقول أن هذه التجربة ذات أهمية وأن عمرها 2500 سنة وأنها أوجدت الجواب الصحيح أو قريب من الجواب الصحيح، تكون هنا نقول أن هذا الجواب يعني مدهش أنه وصل إليه، وهو جواب مقبول. بالقياس الثاني كان قياس البيروني. البيروني قام بنفس العملية وقام بعملها عن طريق قياس الزاوية من الأرض من مستوى سطح البحر ومن مرتفع، وحدد عن طريقها بشكل دقيق أيضا وقريب إلى هذه النتيجة الأصلية محيط الأرض. عندما تكون النتيجة قريبة من الصواب نعترف هنا أن الطريقة صحيحة، وإذا حاول أحد أن يفندها ينبغي أن يعطينا تفسير ثاني أفضل. عندك تفسير لماذا النتيجة صحيحة؟ لا يوجد. طبعا أخيرا هو القياس الذي يحدث لنا، الذي نستطيع أن نفعله بسبب قدراتنا الفلك الخروج الفضائية. إن المركبات تستطيع القيام بهذا القياس بشكل دقيق جدا، ونحن نعرف كل أبعاد الكرة الأرضية إلى أقل أحيانا حتى إلى أبعاد السنتيمتر. ليس فقط ذلك يعني من الخارج، ولكن أيضا على مستوى الأرض عندما نقوم نحن بعمل القياسات هذه بطريقة جغرافية، الجغرافيين المساحين الجغرافيين يستطيعون رسم الخرائط الحديثة. لا علينا بالخرائط القديمة، عندما ننظر الخرائط القديمة نجد فيها بعض التشوهات لأن قدراتهم محدودة كانت. هذا هو المجال الذي وصلوا إليه، لم تكن قدراتهم بالقدرات التي موجودة هي لدينا الآن، بالإضافة إلى المسح الجوي والمسح الفضائي وكل هذا. هذه تثبت لنا أيضا كروية الأرض، ولا يوجد فيها أصلا مجال للشك. يعني هذه أيضا أشياء موثقة بالتجربة الحقيقية التي تعني كروية الأرض. هذا طبعا نحن تكلمنا عن القياس والمسح الجغرافي والحسابات الفلكية التي تثبت أن أشياء أخرى. الحسابات الفلكية من ضمن الأشياء التي تثبتها هي اختلاف شكل السماء في النصف الشمالي والنصف الجنوبي. طبعا هذه أيضا لا يستطيع أحد أن يشكك فيها، لأن أي إنسان يستطيع أن يذهب إلى أي جزء في النصف الشمالي، لنفرض تركيا في النصف الشمالي، يصور السماء ثم يذهب إلى النصف الجنوبي، لنفرض إلى جنوب أفريقيا أو أي مدينة في أستراليا أو أي مدينة في أمريكا الجنوبية، تقريبا مش كل أمريكا الجنوبية في النصف الجنوبي، ويصور السماء. عملية بسيطة، التصوير يأخذ 5 دقائق، بالتعريض الطويل يظهر لك كل، حتى ما تحتاج 5 دقائق، 30 ثانية، 30 ثانية تظهر لك معظم النجوم التي تظهر في السماء، وهذه موجودة في أطلس السماء موجودة. هذه القصة ليست جديدة، هذه قصة عمرها 300 سنة، يعني من 200 سنة قصة أطلس السماء، 500 سنة ممكن تلاقي صور للسماء مختلفة تماما. نصف الكرة الشمالي يرى سماء مختلفة عن نصف الكرة الجنوبي، وليست متشابهة، وليست نفس المجموعات النجمية، وليست نفس النجوم، ولا تدور حول نفس المحور، مختلفة تماما. وهذا وتتحرك تدور أيضا، لأننا نعرف أن حتى المسطحين يعرفون أن النجوم تدور في السماء.
هذه تدور وهذه تدور وهذه مختلفة عن هذه. لا يمكن أن يحدث هذا الشيء إلا على أرض كروية. الطرق الملاحة طبعا كانت إحدى الأشياء المهمة جدا التي أثبتت لنا كروية الأرض، وهي قدرتنا على الملاحة من أي مكان إلى أي مكان دائما عن طريق الكرة الأرضية. ليس فقط الملاحة وقدرتنا على هذا، لكن أيضا المسافات التي نحددها على الخريطة الملاحية أيضا مسافات معقولة. فعندما نقوم والله بالإبحار من أمريكا الجنوبية إلى جنوب أفريقيا، المسافة معروفة ومحدودة و منطقية تساوي المسافة المحسوبة على الخرائط الصحيحة. ومن أمريكا الشمالية مثلا إلى أوروبا نفس الشيء، بالعكس على طريق المحيط الهادي. طبعا هذا كان شيء مهم خصوصا في الحرب العالمية الثانية، اليابان تهاجم أمريكا عن طريق بيرل هاربر عن طريق المحيط الهادي. وكل هذه الأشياء يعني من ناحية ملاحية دقيقة جدا 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 جدا. اكتشاف الطرق الملاحية طبعا هذا كان له تأثير كبير على إثبات أننا إحنا ما نراه هو كرة أرضية. فلو كانت الكرة الأرضية هي عبارة عن شكل مسطح مثل الدائرة المشوهة التي نراها دائما للإسقاط السمتي، الذي يعتبرها ليس كل المسطحين، معظم المسطحين يعتبرونها الشكل الصحيح للأرض، لو كانت هذه الدائرة لكان الإبحار من أمريكا الجنوبية مثلا إلى أستراليا قد يأخذ سنة على ما تصل حسب مساحة المحيط الهادي الموجودة هناك، ولكانت على اليابان أن تقطع مسافات أكبر بكثير من المسافات. نحن نستطيع أن نحسب هذه المسافة اعتمادا على سرعة المركبات. لماذا؟ لأن ابتداء من الحرب العالمية الثانية ومن قبلها كانت المركبات إما البخارية أو التي تعتمد على الوقود هي التي تمشي في تعبر هذه المناطق، وبالتالي السرعة التي تقطعها معروفة ومحسوبة وليس ولا تعتمد على سرعة الهواء وأي شيء أو أي شيء آخر. لهذا السبب نحن باعتمادنا على هذه السرعة نستطيع حساب المسافة، والمسافات دائما ضد شكل الكرة الأرضية المسطح. لماذا؟ لأن الجنوب ليس أكبر من الشمال، والمسافات التي تقطعها ليست أكبر كما تظهر في الخريطة المشوهة للأرض المسطحة. طيب بعد ذلك هذه الملاحة طبعا عندنا نقطة أخرى هي شبكات الجي بي اس. طبعا شبكات الجي بي اس تظهر لنا بشكل كامل أنه لا توجد نقطة على الأرض لا يمكن الوصول إليها، لا توجد نقطة على الأرض لا أبعاد لها، الأبعاد لها الإحداثيات التي موجودة لها اللي هي خطوط الطول ودوائر العرض موجودة في كل مكان. وخطوط الطول ودوائر العرض هي اكتشاف أو يعني طريقة إحداثيات لا تنفع إلا على أرض كروية، هذا الشيء يعني معروف، لأننا نستطيع نحن أن نقيس الأبعاد ونستطيع أن نعرف أن لا يمكن أن تصبح هذه على أرض مسطحة. لماذا؟ لأن على الأرض المسطحة الأبعاد في نصف الكرة الجنوبي مختلفة تماما، الأطوال وحتى المسافات مختلفة، لهذا السبب لا تصلح لأي شيء آخر. فلهذا السبب استطعنا نحن أن نقول عن طريق الشبكات الجي بي اس معرفة والذهاب إلى كل مكان موجود على الكرة الأرضية. طبعا تكلمنا عن المفشاهدات المباشرة من الفضاء، هذا شيء موجود. بعد ذلك نحن لدينا المسح السيزمولوجي، وهي قدرتنا على رصد الزلازل، وليس فقط الزلازل لكن الانفجارات الكبيرة وحتى رجوع المركبات من الفضاء التي تخرق حاجز الصوت. فنقوم نحن برصد هذا السيزمولوجي على الأرض، وهذا المسح السيزمولوجي يسمح لنا بتكوين شكل لمكونات باطن الأرض، ومعرفة إذا يعني كهيئة القشرة وما تحتها وأين تتجه والأماكن التي تحدث لها. هذا المسح يؤكد أن الأرض كروية وأن ما نصل إليه في كل مكان من الأرض تصل إليها هذه الموجات الزلزالية، ونقوم عن طريقها بمعرفة تحديد شكل الأرض تماما. هل خطر ببالكم أن عندما حدث تسونامي اليابان الذي كان بسبب الزلزال كان أول من حذر من هذا الزلزال مركز الزلازل الأمريكي؟ مع أن اليابان متقدمة جدا في الزلازل، لكن الذي حذر منه مركز الزلازل الأرضي الأمريكي. لماذا؟ لأن هناك مستشعرات موجودة أصلا في كل مكان في العالم، ولأن هذه الزلازل تتحرك في كل الاتجاهات فيمكن رصدها من أماكن بالجهة الأخرى من الأرض بكل سهولة. وهذا المسح يستخدم على القمر وسيستخدم بشهر 9 إن شاء الله أو 10 على المريخ لمحاولة تخطيط ما تحت القشرة المريخية. يعني حدث على القمر في السبعينات، استمرت تجربة المسح السيزمولوجي على سطح القمر حتى سنة 76، يعني بعد أن انتهت كل رحلات أبولو
استمر المسح السيزمولوجي على القمر حتى 77، وفي النهاية بعد أن حققت كل هذه التجربة تم إطفاؤها من الأرض بالاستشعار عن طريق التحكم عن بعد. يعني نحن نتكلم هنا عن أشياء ثابتة، ونحن نعرف تماما ما الذي نتكلم عنه، ليس ظن، ليست افتراضات وتهيؤات بدون أي إثباتات، لا، هي تجارب حقيقية تثبت هذا الكلام. طيب بعد ذلك طبعا نحن هناك أشياء تابعة تثبت لنا كروية الأرض، مثل وجود الأقمار الصناعية. الأقمار الصناعية هذه التي تدور حول الكرة الأرضية، والتي نستطيع أن نرصدها بالرادار، ونستطيع أن نرصدها بالعين المجردة أحيانا وباستخدام التلسكوبات، ونستطيع أن نرصدها عن طريق الكلام معها بشكل مباشر، لأنك تستطيع أن تتكلم معها في وقت وليست في عندما لا تكون هناك، لا تستطيع أن تتكلم معها. هذه تسمح لنا أن وتؤكد لنا بسبب دورانها، ولأننا نعرف أن رصد لنا، أنت هنا ويكون لك راصد في مثلا في شمال أوروبا، وراصد آخر في جنوب أفريقيا، وراصد آخر في أي مكان ثاني، وعندما تستطيع أن تتكلم مع هذا القمر الصناعي الذي أثناء مروره فوقك تعرف أنه يتحرك بين هذه المناطق، وتعرف من سرعته أنه يتحرك بسرعة فائقة جدا، أنه قطع هذه المسافات بعشرات الآلاف من الكيلومترات خلال يعني دقائق مرات. ستعرف ساعتها أن هذا الجسم يتحرك بسرعة 18,000 كيلومتر في الساعة مثلا، أو 20,000 كيلومتر في الساعة. وتستطيع هذه الأشياء أيضا تجريبية ومقاسة وواضحة، ولا يستطيع أحد أن يشكك فيها إلا إذا أراد أن يرفض كل الأدلة. طبعا أنا أتكلم، إذا ترفض الأدلة لن أتكلم معك، أنت لا تستحق أن أتكلم معك أي شخص، لأنك أنت رافض الدليل، وما تقدمه من دليل مرفوض أيضا. إما تقدم دليل حتى نستطيع أن نرد عليك، أو تقبل الدليل الذي لا تستطيع الرد عليه. في أحسن أحوالك لن تستطيع أن رد على الدليل لأنك لا تملك العلم. بعد هذا احنا تكلمنا عن قدرتنا على التكلم مع الأقمار الصناعية. بعد هذا نستخدم احنا أيضا موجات الراديو والاتصالات. موجات الراديو هذه، هناك الموجات الأرضية التي تدور حول الأرض وتصل إلى مسافات بعيدة جدا، ونقوم عن طريقها برصد الأحوال الجوية، ونقوم عن طريقها الكلام مع الغواصات في المحيط في الجهة الأخرى من الكرة الأرضية. هذه الموجات الأرضية. هناك موجات أرضية أيضا تتعامل مع الانعكاس عن طريق الأجزاء من الغلاف الجوي التي تسمح لنا بالكلام باتجاه معين في مع الناس. مثلا نفرض أنت في أمريكا وتتكلم مع شخص في أوروبا، ولكن إذا تعذر الاتصال في هذه الجهة بسبب الأحوال الجوية، بسبب أي شيء آخر، تستطيع أن تأخذ نفس الاتجاه 180 درجة تماما، بالعكس تماما من مكانه، وتتكلم معه عن طريق الجهة الأخرى من الكرة الأرضية. هذا أيضا دليل لا يمكن دحضه، وهذا الشيء مجرب يوميا، الناس تستعمله يوميا في الـ HF. هذه الاتصالات موجودة ويتعامل معها الناس يوميا، وأنا تكلمت عنها في فيديو سابق لوحدها. طيب بعد هذا هناك كواشف النيوترينو. كواشف النيوترينو، النيوترينو هو جسيم يصدر في بسبب الانفجارات الاندماجية النووية التي تحدث في الشمس. طبعا هذا الشيء أيضا لا يمكن تشكيك فيه، نحن نعرف هذا الكلام لأننا نستطيع رصده. فيقولون نحن لا نعرف، أنت لا تعرف، غيرك يعرف، هناك علماء متخصصين في هذا المجال، هذا الشيء معروف. عندما تحدث هذه الانفجارات نحن نستطيع أن نرصد هذا النوع من النيوترينو في عدة مراصد من الأرض، وعندما نرصده فنحن نستطيع أن نعرف اتجاهه وسرعته دائما قريبة من سرعة الضوء، لأنه لا شيء يمنعه. نستطيع أن نرصد الجهة القادم منها، ودائما نحصل على هذه الجهة هي نفسها جهة الشمس. لذلك نحن نعرف أن الشمس تذهب أو لا تذهب، نحن ندور فتصبح الشمس اتجاه النيوترينو قادم من تحت، من جهة من الأرض من الأسفل. فنستطيع دائما أن نحدد هذا النيوترينو القادم من الشمس أين مكان الشمس، حتى لو كانت الشمس قد غربت. لهذا السبب كواشف النيوترينو تعطينا بدقة اتجاه الشمس، ونحن نعرف أن الشمس تكون على الجهة الأخرى من الأرض. طبعا إذا أنت تقول والله لا، هي أرض مسطحة والشمس اللي تذهب الجهة الأخرى من الأرض، طب كيف لم نصل إلى الجهة الأخرى من الأرض؟ يعني هذا الشيء سؤال يطرح نفسه. طبعا هناك أيضا عن طريق تتبع الضوضاء الضوئية، والتي تسمح لنا برؤية مدن لا نراها أصلا، يعني المدن تكون خلف الأفق ولا ترى منها أي شيء، لكن هذا لا يمنع أنك ترى انبعاثاتها. هذه انبعاثات أضعف بكثير من الضوء الأصلي، هي مجرد تشتت للضوء في الغلاف الجوي. هذا التشتت أضعف بكثير جدا 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 بملايين المرات من الضوء الأصلي. فلو كان الضوء الأصلي يمكن أن يصل إليك بدون ما يكون هناك حاجز، والذي هو انحناء الأرض، بدون هذا الحاجز، إذا كان هناك إمكانية أن يصل لوصل، لكنه لا يصل ولا يمكن أن يصل. لماذا؟ لانحناء الأرض، فهو خلف الأفق.
وبسبب وجوده خلف الأفق لا تستطيع أن تراه ولكن ترى الضوضاء. ولهذا نحن نقول أن انحناء الكرة الأرضية هذا شيء ثابت وواضح ولا ينكره منصف، لأنك مهما حاولت أن تأتيت بتلسكوب سترى السفينة تختفي خلف الأفق، وإذا لم تكن السفينة اركب أنت بالسفينة واذهب وسترى المدينة تختفي خلف الأفق، ومهما كان ارتفاعها ستختفي خلف الأفق وستختفي من أسفل إلى أعلى وستراها تنزل ولن تشعر أنها صغرت. لهذا كلام الخرافي هذا الذي يتكلم عن المنظور والذي هو خاصية فنية في الرسم مثلا أو في هذه الأشياء لا علاقة له بالمشاهدة الحقيقية. فالإنحناء موجود وهذا أيضا دليل على الكروية. طبعا من أهم أيضا وخلينا أختم بهذا، من أهم الأشياء التي تثبت لنا الكروية هو رؤيتنا لظل الأرض على القمر. فنحن نرى ظل الأرض مرتين، المرة الأولى عندما تبدأ مرحلة الخسوف عندما يبدأ القمر بدخول في ظل الأرض، وهو لا يحدث طبعا هذا الشيء أثناء منازل القمر العادية، فترى القمر يبدأ يختفي على شكل نصف دائرة، ثم عندما يدخل في المرحلة اللي هي الأعمق من هذا التي يكون فيها في قمة الخسوف، فيحدث فيها أيضا أن ترى ظل الأرض مرة أخرى على القمر في النصف الثاني، وعندما يخرج من هذه أيضا ترى ظل الأرض على القمر بشكل نصف كروي، وترى ظل الأرض مرة أخرى على القمر بشكل نصف كروي عندما يخرج خارجا من الخسوف الجزئي. لهذا السبب نحن نعرف أن عملية شكل الأرض يمكن قياسه من هذه الطريق بهذه الطريقة، ومعرفة أبعاد الأرض وأبعاد هذه الدائرة التي هي مخروط من الظل الذي يسقط من الأرض على القمر، ونستطيع فيه أن نعرف تماما أن الأرض كروية. أعتقد هذا سرد سريع للأدلة التي تثبت كروية الأرض مع التعريج على بعض الأشياء الأخرى الثانوية التي لها علاقة أيضا بكروية الأرض. أشكركم جميعا، أتمنى أن يصل هذا الفيديو إلى أكبر عدد ممكن من الناس، وخصوصا جماعة الأرض المسطحة، لأنني أنا أعرف لأنهم لا يوجد عندهم أي شيء يستطيعون أن يردوا عليه. لديهم بعض الافتراضات، هذه الافتراضات لا ترقى إلى مستوى حتى نظرية، لا ترقى إلى مستوى نموذج، هي ترقى إلى مستوى فقط من خرافة إلى افتراض، والافتراض يحتاج دائما إلى أدلة تدعمه حتى يصل إلى مستوى نظرية. ونحن عندما نتكلم عن كروية الأرض نحن لا نتكلم عن نظرية، نحن نتكلم عن حقيقة مشاهدة. عندما يكون لدينا حقيقة مشاهدة مدعمة بخمسين ألف مليون طريقة أخرى لا تستطيع أن نقول عنها نظرية، نستطيع أن نقول عنها هي حقيقة تفسر نظريات أخرى، قد تستعمل نظريات أخرى كانت تستفيد من كروية الأرض هذه. أتمنى إذا كنت ستضع تعليق أن يكون تعليق له علاقة في الموضوع. ماشي، تحياتي لكم جميعا، أراكم في فيديو قادم، وأتمنى منكم أن تنشروا هذا الفيديو على بأكبر شكل ممكن، وخلينا نشوف إحنا إذا كان في عند المسطحين أي شيء يردون عليه. تحياتي لكم، أراكم في فيديو قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.